السلام الله عليكم مجددا. اليوم رحنا في استوديو فاست تي في ان، مرحبا بكم في برنامج صوت المهاجر. معنا ضيف عزيز على القلب اللي هو السي مصطفى. مرحبا بك السي مصطفى. هو من بين مغاربه العالم، وليني اليوم رحنا في فاس، وهو رئيس جمعيه معروفه عالميا. اليوم رحنا في فاس باش نعرفوا هذه الجمعيه، وباش نتعرفوا على السي مصطفى الدور ديال هذه الجمعيه هنايا في المغرب وكذلك في اوروبا. الجمعيه سميتها جمعيه الدوليه الاورو متوسطيه. مرحبا بك السي مصطفى معنا اليوم. اهلا وسهلا الاخت رشيده، كنشكرك على الاستضافه وكنشكر المخرج السي منيحيا اللي صادفنا دائما في عندنا في الاستوديو. هو ولد الدار، يعني ماشي غريب على علينا، دونك اهلا وسهلا بك. تبارك الله عليك. اليوم بغينا نعرفوا بالضبط، حنا كنعرفوك بشكل بالنسبه لنا صفه شخصيه، ولكني بغينا نقربوك للمشاهدين ديال برنامج صوت المهاجر اليوم من استوديو ديال فاس تي في ان. بغينا نعرفوا الجمعيه شنو هو الدور ديالها هنا في المغرب وكذلك في اوروبا، يعني ما بقاتش دابا غير في اسبانيا ولا في فرنسا، في اوروبا كامله. علاش اختاريتوا فاس؟ انا من مواليد مدينه فاس، خلقت وكبرت وترعرعت في مدينه فاس. من بعد كتب لي انني هاجرت في السن شويه مبكر، وحاولت نمشي لبزاف ديال الدول اللي تحت لي الفرصه اننا كرينا واحد لاسوسياسيون كانت سميتها الاولى دي تيغيل على الاطلس لا مان سور لو كور، كانت فرانكو ماروكان. مي تيلمون كون ترافايي وكان الحمد لله عندنا، وبداو الاعداد المكتب كيكبروا مع الجمعيه ديالهم، وانهم كان عندهم افاق اننا اون شونجي لو نون، دزنا دابا لو نون تاع اسوسياسيون انترناسيونال اوروميد بور لو ديفلوبمون سوسيال اي لي زيشونج انتر كولتوريل. داكور، شنو هما الانشطه اللي اختاريتو هنا ديرهم في فاس، وكذلك الانشطه اللي كديروا في اوروبا، يعني في اون جينيرال في فرنسا اسبانيا، شنو هما الانشطه اللي درتوا في فاس؟ كما كت في العلم ديالكم وفي العلم ديال الاخوان اللي كيتبعونا شويه، اننا حنا سفراء ديال المغرب في الدول المهجره. ما شاء الله. واننا خصنا دائما نعطيو واحد الفكره او واحد الصوره على ذاك المهاجر المغربي. حنا دابا في اوروبا ماشي كلشي كيعرف المغرب، كيعرفش التقاليد ديالو، كيعرفش الطباع ديالو، كيعرفش لا جينيروزيتي ديالو. يعني حنا كنحاولوا ما يمكن اننا نوصلوا لذاك السكان ديال الدول اللي دابا الحمد لله اعضاء منهم اسبانيين فرنسيين المانيين، دخلنا شويه لافريك حتى هما، باش كتبين له شنو الحمد لله الجمعيه وداك الناس، وشنو شكون هو داك المغربي، لا من الطبع ديالو لا الانساني ولا الاخلاقي ولا الرياضي ولا بزاف ديال الحوايج. المهاجر هو سفير وخصو يبين ما امكن الصوره اللي هي في المستوى فوق ما يتفكر او كيفكروا فينا ناس اخرين. بالنسبه للايموج ديال كندر، كنا شفنا بانكم درتوا انشطه جميله جدا اللي هي رياضيه كذلك بالنسبه للاجتماعيه، ممكن تهدرنا على الانشطه اللي درتوا؟ مرة الثالث دو فوا خدمنا، كالجمعيه هي اللي كانت متبنيه الاعمال، خدمنا حنا البنيتات الصغار اللي استفدت منه 800 بنيته بلي كادو ديالهم بلا ان جورني دازت اللي هي في المستوى، واللي كنا فرحانين كاعضاء للجمعيه، وكانوا كلهم خدامين بالقلب ديالهم بالحب بالضحكه بزاف ديال الحوايج. ولو دوزيام خدمنا توسكي ايفينمون بي اي، يعني حاولنا نديرو حمله تحسيسيه للسكينه ديال ايموزار كندر، وقمنا بواحد الورشه ديال النظافه وديال غونوفلينا واحد عندهم واحد جنان سبيل ديالهم، وقمنا برسومات على مع فنانين على الحائط، وكانت واحد دو جور اللي كانت في المستوى، وشاركوا فيها بنيتات باش ندوزوا واحد الرساله من ذاك الطفل الصغير لذاك الانسان الكبير، باش يحسوا بالوعي نتاع البيئه، ونحسوا دائما نكونوا حنا باغيين نبينوا المدينه ديالنا والقرى ديالنا ومن طنجة للقويرة تكون في أحسن صورة.
شنو محتاجين نتوما كجمعيه، من شنو هما الدعم اللي محتاجين نتوما كجمعيه؟ يعني ما كنهضرش على الدعم المادي ضروري، ولكن شنو الدعم المعنوي؟ يعني لان كنظن بان السلطات المغربيه خاصها تعرف بان جمعيات بحالكم نتوما لانكم فعلا سفراء ديال المغرب برا وكذلك هنا، كنظن بان ضروري خاصنا نهضروا على هذا الجانب هذا. شنو هو الدعم اللي محتاجين نتوما باغيزومبل؟ و دي فوا كنحتاجوا الدعم المعنوي اكثر من اللي هو مادي. لحد الان حنا الدعم المادي غير لي مومبر د لاسوسياسيون والناس اللي غيورين على البلاد وغيورين على المناطق ديالهم اللي كنخدموا معهم وكنحاولوا نتساعدوا بيناتنا. اما الدعم بالنسبه للدعم المعنوي كيكون عنده واحد الثقل وكيخليك انك تزيد تخدم. صراحه بعض المرات كنلقاو عراقيل ولكن حنا دائما عندنا تحديات. بالنسبه لي انا من عشاق القفطان المغربي، يعني معروف انني كتعرفني بانني دائما كنقول بانني انا من عشاق القفطان المغربي كامراه مغربيه من اصول مغربيه اسبانيه ولا من اصول مغربيه. يعني عندكم انشطه غتكون ان شاء الله، بغينا نشوف انشطه اللي تكون ما بين المغرب واسبانيا فرنسا. كنظن انا سمعت بان عندكم انشطه في هذا الدومين هذا، ممكن تهضر لنا على هذه الانشطه؟ درنا اول تجربه، درنا اون سواري دو كافتون ماروكان في فرنسا افيك اون روبا دو كوسكوس ماروكان مع لي كاطو مع داك الشيء، وانا بالنسبه لي نجحت تبارك رغم كانوا شويه ديال ما كانش ليها واحد الصدى الاعلام واننا صادفنا حتى الناس ديال القنصليه وما جاوناش، ولكن انا بالنسبه لي نجحت. الهدف الثاني دابا اللي رحنا اوني اون تران دو ترافايي الحمد لله مع لارتيست ديالنا مدام نجاة، غادي نحاولوا نديروا معرض وفي نفس الوقت عندي فيلي خارج الوطن في اوروبا. كنحاولوا نناقشوا على فرنسا لان هذا هو لو بروجي، وغيكونوا دي ستوند دو فونت وغادي يكون مازال كاينين افكار، مازال اخوان اللي كيتلاقاونا كيهضروا باش باغيين نديروا شي حاجه اللي كما كيقولوا واو، شي حاجه لو توب ان شاء الله. بالنسبه للتراث المغربي الاصيل يعني الاندلس، ثقافه الاندلس هنايا، لاحظتي بان عندنا في البرامج ديال فاس تي في ان كاينين برامج ثقافيه وكذلك كتعرف بالتراث المغربي، يعني عندنا مجموعه ديالهم. احنا غنحاولوا ما امكن ان شاء الله نستضيفوكم باش كل واحد الاعضاء ديال الجمعيه يهضر لنا على الدومين ديالو، لحقاش عرفنا بان عندكم الاخت نجاة بالنسبه للقفطان ان شاء الله غنحاولوا نهضروا على هذا الدومين هذا، كذلك الاخوان كاملين نحاولوا ما امكن نديروا ونعطيو الوقت. انا السؤال ديالي اللي بغيتك تجاوبني عليه شخصيا، المهاجر المغربي برا محتاج هذيك اللمسه المغربيه في حياته، يعني شنو تنصح انت المهاجر المغربي باش يبقى دائما مع علاقه مع التراث ديالو المغربي واخا يكون عنده جنسيه؟ يعني ماشي اشكال. اذا شنو النصائح اللي تقدر تعطي انت للمهاجرين المغاربه المقيمين في الخارج؟ انا النصيحه ديالي دائما اللي كنقول لانتيغراسيون، الفو سانتيغري مع الناس ديال الدوله اللي هي مصادفك، لان الا ما كانش عندك علاقات مع الناس اللي هما ولاد الوطن كفرنسيين او اسبانيين او المانيين او من جميع الجنسيات، الا ما حاولتيش تانتيغرا معهم وتبين لهم تعطيهم الصوره عاوتاني نتاع باش حتى هما يفهموا داك الانتيغراسيون ديالك، انني انا حاولت نتواصل معكم حتى نتوما خصكم تتواصلوا معايا. وبالنسبه لينا حنا كجاليه مغربيه دابا كنحاولوا ما امكن نخدموا على هذه المسائل، اننا نفتخروا حتى حنا بالقفطان ديالنا وبالقشابه ديالنا اليوم جاي ما شاء الله عليك لابس شفاضر مغربي ما شاء الله. كنشكر النسيب ديالي لانه هو اللي عطى لي هديه لانه هو في لو دومين دونك باش كنبينوا حتى ذاك هو علاش لا ما ندخلوش اللمسه ديال اللباس العصري ودخل فيه واحد اللمسه اللي هي مغربيه اصيله. وتبارك الله عندنا فنانين وعندنا ناس في المستوى اللي كان كيشرفونا وكيشرفونا اننا نقولوا احنا مغاربه ما شاء الله. سي مصطفى الحديث معك شيق، المخرج كيقول لي
ان شاء الله نستضيفك معنا المره الجايه باذن ان الله. شاء الله. كنشكركم ان شاء الله رب العالمين، غنشوفك دائما التالق ان شاء الله رب العالمين، متالق دائما، نتمنى لكم ان شاء الله مزيد من العطاء في الجمعيه ديالكم، وان شاء الله رب العالمين نستضيفك كذلك في القناه ديالنا ديال قناه صوت المهاجر ان شاء الله اوروبا باذن الله. كنحييك وكنحيي الطاقم ديالنا اللي كاين جنود الخفاء، وكنشكر الضيوف اللي غادي ان شاء الله رب العالمين نستضيفهم، ان شاء الله رب العالمين غنحاولوا ما امكن نديروا برمجه اللي غتكون على ان شاء الله نستضيفوا ناس ديال الجمعيه ديالكم. اذا متابعي قناه فاس تي في ان كنشكركم، المتابعين ديال القناه ديال سي مصطفى كذلك وديالي قناه صوت المهاجر، كنشكركم دائما لانكم دائما معنا كتتابعونا وكتسناونا. اذا الى الملتقى ونلقاكم ان شاء الله في مقارب باذن الله، وسلام الله عليكم. وما تنسوش ديروا ابوني لقناة فاس تي في ان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.